اليوم انا حتى دخلت على حساب الاتحاد السعودي في تويتر ما وجدت يعني حتى مده العقد، قيمه العقد، انت تشوف الامر طبيعي او انه كان من المفترض ان يتم يعني اعلان مده العقد وقيمه العقد حتى على الاقل في حساب الاتحاد السعودي. بالعكس انا اعيدك، لانه انت اليوم اذا اخذت الموضوع اتحاد جديد، اتحاد الناس تطلع منه الكثير، الانديه قاعده تشوف او قاعده تتامل الكثير من هذا الاتحاد في المرحله القادمه، ان يكون باكوره العقود اللي انت توقعها غامض. ربما هم في المرحله القادمه حيعلنون، لكن احنا اليوم بالنسبه لنا الظاهر لا مده لا عقد لا حتى اليه. يعني انت ممكن هذا العقد للحكام، ممكن هذا عقد للدرجه الاولى، ممكن هذا عقد يكون لرعايه مثلا التكلفات الداخليه لاعضاء الاتحاد. في لها توجه الاتحاد له اكثر من حاجه ممكن انت تروح فيه في اتجاهها، لكن ان انت اليوم يكون يعني مو واضح، ما في شفافيه في العقد توضح للناس عشان تثبت للناس ان انت اهل لهذا الاتحاد وان انت ترشحت وقادر بانك انت تضيف في المراحل القادمه، اتوقع انه مهم الشفافيه. بالعكس خطوه ايجابيه لهم، احنا ما نبغى نكون نشوف السلبي ونترك الايجابي، ولكن مهم جدا ان انت تكون شفاف وتوضح للناس ايش القادم من هذا العقد وايش اليته وايش اللي حيدخل للاتحاد من خلاله. مو ممكن بكره في المؤتمر الصحفي يعني يتم اعلان قيمه العقد، مده العقد، سواء العقد اللي اليوم ابرم او حتى ممكن بكره برضه يكون في الاعلان عن عقود اخرى. والله ممكن هو يعني انه يكون فيه توضيح اكثر للعقد، لكن انا اعتقد طالما انت اعلنت جزء مهم من هذا الاعلان او حتى في اعلانك ان انت تذكر انه المؤتمر الصحفي حيعقد، حيذكر فيه تفاصيل توضح للناس، لانه هذه جزء من المتطلبات اللي يطلبها الاعلام. والناس تواكب عملك، لانه انت اليوم الناس تتحرى المصداقيه في ملفك الانتخابي. ملف الانتخابي هذا جزء منه. صحيح. العقود. وفي شيء مهم برضو، يعني احنا نتكلم عن هل هي مباراه الاتحاد والتعاون، او عفوا التعاون والاتحاد بحكم ان المباراه كانت على ارض التعاون، او اي مباراه ثانيه والله ما اتذكر بالضبط، لكن اللي متاكد منه اني شاهدت اعلان بنده على جنبات الملعب يمكن قبل التوقيع اليوم، يعني نتكلم عن الجوله الماضيه 18. يعني شوف هو عاده ترى في العقود تلقى الناس موقعه وخالصه، ولكن الاعلان او تدشين العقد يكون في وقت مختلف، ويمكن الاتحاد السعودي كريم شوي يبغى يكرمهم ولا نستعجل عليهم، نعطيهم فرصه لهم. اكيد اكيد احسنت. نعطيهم فرصه بالعكس ايجابيه ترى انت تنزل للمعلم بالضبط بهذا، بالعكس ايجابيه. انا اشوف انه انت تفتح باب ايجابي بالنسبه لباب التفاوض بينك وبين الشركات بالنسبه للعقود، بالعكس عاديه جدا. ولا يعني مباراه فوق العقد؟ والله ممكن. لا تدخل في اشياء ما ادري. طيب ابو